السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، سكند ترم أو ترم 2 الترم الثاني. وكنا أنهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية بيج 25، والنهاردة هنبتدي نشرح بيج 26. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان بيج 26: Vocabulary. Vocabulary أو الحصيلة اللغوية، وهنا بيكلمنا عن كلمة Erosion. Erosion أو العوامل بتاعة التآكل أو التعرية، واحنا اتكلمنا عنها في الدروس اللي فاتت erosion. فهنا بيكلمنا عن الكلمة دي، بيقول لنا think about، فكر في your own definition، your own definition تعريفك الخاص for the new word للكلمة الجديدة، complete the chart أكمل الجدول. فهنا بيقول لنا vocabulary word أو الكلمة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة في الحصيلة اللغوية بتاعتنا، هي المفروض هنكتب هنا erosion أو عوامل التآكل والتعرية. طبعا هنا الdefinition أو التعريف بتاعنا بيقولك هنا your definition يعني تعريفك. المفروض هنعرف erosion أو عوامل التآكل والتعرية ونقول ايه يا أصحابي؟ احنا كنا عرفنا المرة اللي فاتت بشكل مختصر كده ان عوامل التآكل والتعرية بتحصل بسبب الويند او الرياح، والووتر او المياه. طبعا لما الويند والووتر كمان بيحتكوا باي سويل او اي لاند في الدنيا، سواء كان فيها روك او كان فيها مد او كان فيها ساند، بتحرك السويل دي وبتخليها تتنقل from one place to another أو بتتنقل من مكان لمكان تاني، فبتغير الشكل الخاص باللاند، بتغير الشيب أو الشكل الخاص بالأرض. فهنا ده بشكل مختصر كده ده عوامل التآكل والتعرية، فهي بتحصل بسبب تأثير الرياح أو الويند أو تأثير الووتر أو المياه على شكل الأرض. فساعات الويند بتخبط في الصخور وبتعمل فيها عملية كده زي ما تكون صنفرة تعمل فيها تآكل، ساعات الووتر كمان بتخبط في اللاند، سواء كان اللاند دي عبارة عن صخور أو عبارة عن مد أو طين زي ما عرفنا المرة اللي فاتت، أو ساند أو رمال يعني، وبتحركها من مكان للتاني وبتغير شكل الأرض. فهنا هنقول الديفينيشن بتاعنا بالشكل ده your definition. هنقول مثلا erosion is the change in the shape of things، عوامل التآكل والتعرية هي تغير في شكل الأشياء around us حولنا، by the effect عن طريق تأثير of wind الرياح or water أو المياه over time مع مرور الوقت. يبقى مرة تانية erosion is the change in the shape of things around us by the effect of wind or water over time. وهو بيطلب مننا هنا يا أصحابي ان احنا نرسم illustration او شكل توضيحي، رسم توضيحي. فممكن زي ما احنا شايفين قدامنا نرسم صورة توضح مثلا تأثير الويند أو الرياح على الصخرة. هنا مثلا الروك دي before وافتر، هنا الروك دي حصل لها erosion أو عوامل التآكل والتعرية وغيرت شكلها زي ما احنا شايفين قدامنا. بيقول لنا كمان تحت هنا give an example أعطي مثال of how erosion affects land يوضح كيف أن عوامل التآكل والتعرية بتأثر على الأرض. فزي ما قلنا من شوية erosion affects land by the effect
of wind or water when it moves عندما هي تحرك soil التربة from one place to another from one place من مكان to another لمكان تاني over time بمرور الوقت وكده هنا احنا قلنا مثال او example نوضح فيه ان الايروشن او عوامل التآكل والتعرية بتحصل عن طريق تأثير الرياح او المياه لما بتنقل السويل بتعمل موف للسويل او التربة from one place من مكان to another لمكان تاني over time مع مرور الوقت ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 27 او صفحة 27 وعنوانها tour my city tour my city tour يعني رحلة سياحية يعني جولة وmy city my city يعني مدينتي فنعمل جولة في المدينة بتاعتنا tour my city يعني جولة في مدينتي وبيقول لنا هنا use استخدم what you know ما الذي تعرفه about your city عن مدينتك to create a schedule لتنشئ جدول for tourists للسواح to visit ليزوروا مرة تانية use what you know about your city to create a schedule for tourists to visit وبيقول لنا هنا who do you think من الذي أنت تعتقد would like سوف يحب to take your tour to take your tour أن يأخذ الجولة السياحية بتاعتك دي who do you think would like to take your tour أنت تعتقد مين اللي هيحب أن هو ياخد الجولة السياحية بتاعتك دي فطبعا هنكتب هنا tourists tourists السواح هما اللي هيحبوا ياخدوا الجولة دي فهنا بيقول لنا four places to visit أربع أماكن للزيارة مفروض ان احنا هنا نقول له اربع اماكن ممكن نزورها في التور بتاعتنا او في الجولة السياحية بتاعتنا فمثلا انا ممكن اقول اول حاجة ممكن نزورها pyramids pyramids او الاهرامات تاني حاجة سفنكس سفنكس او ابو الهول تالت حاجة مثلا كايرو تاور كايرو تاور برج القاهرة رابع حاجة مثلا لوكسور اند اسوان لوكسور اند اسوان الاقصر واسوان ممكن كمان تقول حاجات تانية كتيرة ممكن حد يقول اوبرا اوبرا او دار الاوبرا فمفيش اجابة نموذجية هنا يا اصحابي المهم ان احنا نقول له four places او اربع اماكن to visit ان هم ممكن يزوروها في التور بتاعتنا ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 28 أو صفحة 28 وده الاسكادول بتاع التور بتاعتنا أو الرحلة بتاعتنا فهنا بيقول لنا time time أو الوقت site site أو المكان what to see or do what to see or do يعني ما الذي سوف نراه أو نفعله فبيقول لنا هنا 10 AM 10 AM أو الساعة العاشرة صباحا فأول حاجة مثلا هنروح البيراميدز يبقى نكتب هنا في السايت بيراميدز الساعة 10 الصبح هنروح البيراميدز طب what to see or do طبعا هنشوف ايه او هنعمل ايه طبعا we will see pyramids فهنكتب هنا كمان pyramids او الاهرامات 12 PM او الساعة 12 ظهرا فالسايت هنا هنكتب مثلا سفنكس سفنكس او ابو الهول خلاص اتفرجنا على الاهرامات الثلاثة واستمتعنا بوقتنا هنروح نتفرج على ابو الهول فهنكتب هنا سفنكس what to see or do طبعا هنشوف ابو الهول فهنكتب هنا كمان سفنكس سفنكس او ابو الهول طب هنا سايب لنا الوقت فاضي علشان ده وقت اللانش او وقت الغدا فهنكتب مثلا هنا 3 PM 3 PM او الساعة 3 عصرا وهنكتب هنا مثلا restaurant restaurant او المطعم وهو كتب لنا هنا eat lunch
ان احنا ناكل الغداء بتاعنا. واخر حاجه بيقول لنا 4 PM 4 PM او الساعه 4 العصر، فهنكتب هنا كايرو تاور، كايرو تاور او برج القاهره، وهنكتب هنا كايرو تاور برضو هنتفرج على برج القاهره زي ما اتفقنا من شويه. وطبعا زي ما قلنا مفيش اجابه نموذجيه، ممكن تكتب اسماء اماكن تانيه، المهم ان انت تبقى عارف ازاي تجاوب على السؤال ده. نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 29 او صفحه 29، وعنوانها cities to visit. cities to visit يعني مدن للزياره، مدن المفروض نقوم بزيارتها. وانا بيقول لنا work with your team، work اعمل with your team مع الفريق بتاعك، to learn لتتعلم، about عن a city in Egypt مدينة في مصر. يبقى كل واحد فينا في التيم بتاعنا المفروض هنتقسم في الكلاس روم لمجموعات او لتيمز، كل تيم هيتقسم لمجموعة من الممبرز او مجموعة من الاعضاء، كل واحد في الاعضاء دول او في الافراد دول هيمسك مدينة ويعمل عنها ريسيرش او بحث، يعرف عنها معلومات كتير، فانت هتبقى ممبر في تيم من التيمز دي، والمفروض ان انت هتاخد مدينة او هتختار مدينة تتعلم عنها وتعرف عنها معلومات كتير، علشان بعد كده تشارك المعلومات دي مع التيم بتاعك ومع كمان اصحابك في الفصل. فهنا بيقول لك work with your team to learn about a city in Egypt، اعمل مع فريقك علشان تتعلم عن مدينة في مصر. write your information، اكتب معلوماتك below بالاسفل. be ready، كن مستعدا. to present this information، هذه المعلومات. to your classmates، to your classmates، to your classmates، مع زمايلك في الفصل. وهنا بيقول لنا I am researching، انا بحثت. فانا مثلا هقول جيزة، الجيزة او منطقة الجيزة، محافظة الجيزة. وهنا بيقول my role، my role يعني دوري. هنتكلم عن الوزر او الطقس في المدينة دي. تاني حاجة sites to visit، اماكن ممكن نزورها. تالت حاجة measure يعني مقاييس الخاصة بالمدينة دي، مساحتها وحدودها قد ايه. رابع حاجة leader، ليدر قائد مثلا خرج من المدينة دي في وقت من الأوقات. فهنا بيقول لنا sites to visit، sites to visit أماكن ممكن نزورها. فمثلا ممكن نكتب هنا pyramids، pyramids أو الأهرامات. ممكن كمان نكتب هنا sphinx، sphinx أبو الهول. ممكن كمان في الجيزة نزور the zoo، the zoo أو حديقة الحيوان. فهنا هنكتب السايتس بتاعت المدينة بتاعت الجيزة مثلا. وهنا بيقول لنا what to see، what to see، فطبعا هنروح الأهرامات أو البيراميدز. هنشوف ايه؟ هنشوف البيراميدز برضو. سفينكس هنشوف سفينكس أو أبو الهول. the zoo طبعا هنزور the zoo أو حديقة الحيوان، يبقى هنشوف the zoo أو حديقة الحيوان هنتفرج فيها ونتفسح فيها. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 30 او صفحة 30. وبيقول لنا هنا typical، typical، typical يعني قياسي، يعني نموذجي. weather، weather الطقس. this time of year، this time of year هذا الوقت من السنة، يعني طبيعة الوقت، طبيعة الطقس في الوقت ده من السنة ايه. مثلا احنا دلوقتي مثلا هنتكلم ان احنا نعمل التور بتاعتنا دي في السمر مثلا او في الصيف، فنكتب هنا سمر، سمر او فصل الصيف، فالوزر بتاعها هيكون حر شوية. فبيقول لنا هنا temperature ranges، temperature درجات الحرارة، ranges، ranges يعني نطاقات، يعني درجات الحرارة بتتراوح ما بين كام وكام. يبقى temperature ranges النطاقات الخاصة بدرجات الحرارة بتاعتها، الحدود بتاع درجات الحرارة بتاعتها. فبيقول لك هنا highs وهنا lows، highs أعلى حاجة وهنا lows أقل حاجة. طبعا هنا هنكتب في daytime أو في وقت النهار، وهنا هنكتب في night time أو وقت الليل. فمثلا
في النهار أعلى حاجة مثلا في الهايز هنكتب مثلا 35 أو 35، وفي وقت النهار لوز أقل حاجة مثلا هنكتب 28 أو 28. أما في النايت تايم أو في وقت الليل فالهايز مثلا هيبقى 29 أو 29، أما اللوز هيبقى مثلا 22 أو 22. بيقول لك هنا conditions حالات الطقس هتبقى عاملة ازاي، هتبقى sunny ولا windy ولا rainy ولا cloudy. احنا عرفنا طبعا الconditions دي قبل كده واحنا بندرس الدروس اللي فاتت، فمثلا هنختار sunny او الطقس المشمس في الوقت ده، نعمل حواليه circle. واخر حاجة بيقول لنا هنا which site أي مكان would you like أنت سوف تحب to visit in this city لتزور في هذه المدينة. فأنا مثلا في الجيزة أحب أزور البيراميدز أو الأهرامات. ويقول لك هنا why في الآخر خالص why لماذا to see how great is it لأرى كم هي عظيمة كم هي كبيرة. وبكده نكون أنهينا حل البيج دي وعرفنا قبل كده، وزي ما عرفنا إن مفيش إجابة نموذجية، ممكن حد يختار مكان تاني ويكتب عنه ويتكلم عنه. المهم إن إحنا نبقى فاهمين إزاي نختار سيتي أو مدينة ونعمل عنها ريسيرش أو بحث، نعرف عنها معلومات كتيرة علشان نشير المعلومات دي ونشاركها مع الكلاس ميتس أو مع زمايلنا في الكلاس روم. وبكده نكون أنهينا الدرس بتاع النهاردة. أتمنى أن أنت تكون استفدت. لو أعجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.